الاستاذ الجامعي بكليه الطب. شكرا. والاجيال الجايه ان شاء الله خلفوا هي كما قلت سابقا الذاكره المدينه القديمه عندها ذاكره غنيه بالاحداث وكل ما كان يميزها هو ان هذه الذاكره تسجلت بخليط من الناس المتنوعين منهم كيف قلت قبيله جزائريين منهم مغاربه منهم يهود منهم اسبان منهم فرنسيين كل هذا الخليط كله كونوا هذه الذاكره هذه انا كنشوف باقي ما كاين حتى شي باحث انا كنشوف باقي ما كاين حتى شي باحث اللي يهتم بها ودخل المدينه القديمه وغاص في اعماق الذاكره هذه وحاول يخرجها للوجود لان ماشي ممكن مدينه بحال هذه اللي هي ام الدار البيضاء كلها وكافحات ورجالات ضحاوا بارواحهم وضحاوا بكل ما يملكون وتكونش الذاكره في الاخر تضيع وتمشي هباء سوداء اشعر بالعز والافتخار لان هذه ذاكره خصها توثق وخصها تبقى للاجيال الجايه لا يمكن لها ان تموت ذاكره غنيه بالاحداث كيف قلت وغنيه بالمشاهد وهذا لو كما توثقاتش غادا تموت اخويا ما غاتبقاش غادا تسمح لا احد اهتم بها ورغم انني ما عنديش امكانيات اللي مع ذلك قلت غمارها هاد سمو وجاب الله التيسير فيها الحمد لله هذا الكتاب هو متفرد عن غيره من الكتب التي كتبت حول المدينة القديمة للدار البيضاء بحكم أنه يختزل حياة رجل عاش في مدينة الدار البيضاء وبالضبط في المدينة القديمة لمدة 80 سنة أو ما يفوقها وبطبيعة الحال هذا الكتاب يرسم أوجه الحياة اليومية والثقافية للمواطنين داخل فضاء المدينة القديمة هو أيضا يرسم عملية التثاقف التي كانت تتم بين مختلف الأجناس التي عاشت في مدينة الدار البيضاء سواء الإسبان أو الفرنسيين أو البرتغاليين أو غيرها من الأجناس التي عاشت وتعايشت في هذا الفضاء الذي يبدو لنا اليوم صغيرا ولكن كل الثقافات كانت تمارس فيه باحترام كبير بين مختلف مكوناتها الكتاب أيضا يرسم الحياة التعبدية أو الحياة الروحية داخل المدينة القديمة سواء تعلق الأمر بالنسبة لي اليهود المغاربة أو بالنسبة للمسيحيين أو بالنسبة بطبيعة الحال للمسلمين ويبين إلى أي حد أن التعايش كان حاضرا وكان سائدا في هذا الفضاء ويبدو لي بأن الكتاب يتوقف عند لحظات مهمة إذ إنه يستفز القارئ ويدعوه إلى طرح عدد من الأسئلة حول بعض القضايا التي قد تبدو لنا اليوم عادية ولكن هي قضايا مرتبطة حتى بتاريخ المغرب الكتاب أيضا يدعو المواطن إلى التوقف كثيرا عند تاريخ المقاومة وعند الكثير من رجالاته ولهذا يبدو لي بأن الحياة الثقافية للمدينة القديمة التي هي منطلق مدينة الدار البيضاء الكبرى يرسم هذا الكتاب بإتقان شديد وكبير وكلما قرأت هذا الكتاب تحضر في بالي مقولة كان يقولها الأفارقة هو أنه عندما يرحل شخص خاصة إذا كان شخصا متقدما في السن فإنه يشبهون ذلك بإحراق مكتبة نظرا لما يختزله من ثقافة ويبدو لي أن صاحب هذا الكتاب قرر أن يضع قطيعة مع هذه الممارسة وقرر أن ينقل كل ما عاشه وكل ما شاهده وكل ما عاينه وكل الذين عرفهم قرر أن ينقلهم في كتاب ليهديه إلى تاريخ المدينة القديمة للدار البيضاء.